شو ممكن يصير لو انفجرت محطة زاباروجيا النووية؟ من أيام اندلع حريق بأحد أبراج المحطة النووية الأوكرانية. روسيا قالت ما قلنا علاقة السبب هجوم أوكراني، وزيلينسكي قال ما قلنا علاقة القوات الروسية هي اللي أشعلت النار بالمحطة. مش قصتنا مين اللي تسبب بالحريق، خاصة إنه سيطروا عليه، لكن خلينا نحكي على الكارثة اللي ممكن يسببها انفجار أكبر محطة نووية بأوروبا. زاباروجيا بنيت قبل أكثر من 40 سنة وبتضم 6 مفاعلات نووية مؤمنة، رغم أنها مؤمنة ضد اصطدام الطائرات فيها ومزودة بأنظمة تبريد متقدمة، إلا أنها معرضة للخطر بشكل عالي كونها بتوقع بمنطقة حرب. خبراء الطاقة النووية توقعوا أنه يقتل أي انفجار بيضرب المحطة كل الأشخاص الموجودين بمحيط 5 كيلومترات حولها ويدمر البنية التحتية بالكامل، ورح يسبب الانفجار موجات إشعاعية قاتلة بمحيط بيوصل ل 30 كيلومتر. طبعاً بتزيد وبتنقص حدود المنطقة القاتلة على حسب شدة الانفجار وحالة الطقس بالمنطقة قبل الضربة وبعدها. التلوث الإشعاعي رح يدمر التربة والنباتات والمياه بمحيط 50 إلى 100 كيلومتر، وبالتالي المنطقة هاي رح تكون غير صالحة للسكن لعقود طويلة. الموضوع ما بيوقف عند هيك وبس، بأسوأ السيناريوهات ممكن تلقل الرياح الجسيمات المشعة لجميع أنحاء أوروبا، وبالتالي رح ترتفع معدلات السرطان خلال السنوات التالية للانفجار. الكارثة النووية مش بالضرورة تحدث بسبب قصف للمحطة أو سقوط صاروخ عليها، ممكن يكون سببها ضعف نظام التبريد، توقف الصيانة ونقص قطع الغيار، أو حتى تشويش الاتصالات على الفريق اللي بيشغل المحطة النووية.